أبى أقول لكم سالفتي، سالفة أنا حصلت لي عند كلية البنات، عند كلية التربية. مو بطيب كلام ذا قديم. أنت أنقل بنت أخوي وبنت أختي من كلية التربية الظهر بس أجيبها للبيت، بس جيب وموقفين هيلوكسي مع هالعالم، زحمة عالم وظهر وحر. أنا رأس نحتري عند الباب بهالحر وهالغرابة. تعرفون البنات ما تزين السواليف إلا جت الماشية، سبحان الله. يا أدر يا أقرقب ولا أدري منين تطلع السواليف. المهم وانا قاعد نحتري وارتجي هاك البنت، بين انه دافور نظارات من وراء الغطو ما شاء الله يعني، وخامة دروس كثار. المهم انا قاعد تخبروا من اول ما ابوش لا ايفون ولا جالكسي، معي جوال الرهيب اللي بوها الداب ذي، قاعد نلعب. لفت انتباهي انه جاتهم الناظرت بالسيارة واجت على القزاز ذي، وهم راحت تركض لما الباب الثاني. يوم دريت يوم فتحت الباب وجدعت روحه على مرتبة جدل ومعها دروسها يمكن يجي لها 30 كتاب وشنطته وتحجدعها بحجرة تذا توي تركب تقول إن شاء الله قرب الفرج شكله بالمستوى الأخير الرابح وتبي تخلص. الوكاد إني أنا أناظر عدال في شنة الصراحة. أمراجي وأقول له ما أنت بغلطانة، قالت ها؟ تمسك ذي علشان تشوف ها؟ ومن دارية انه غلطان هم مرتقش كل القش اللي معه وشنطته وقشه وتفتح الباب تبي تهج وتجر السيارة، والله انه تهز. اي والله انا اقول له اصبر يا بنت حلال خليها فك السير حق الشنطة، السير حق الشنطة نشب بالقير حق الهيلوكس. وكل ما فكيته رضحت اصابعي جرته وكل هرجة وهو تبدي ما انا مزين اللي تشيئ انا بفك تبافتك من سنتي اللي باليتنا الحين اخر شيء تقول الله ياخذك. لكن عسى الله يحللها ويبيحها. قالت كلمات مقذعة في السب والشتم بعد ما انفكت وراحت. أنت اللي مخطية هالحين، أنا قاعد ما عندي من الشيطان طريد.